مشاهدينا الأعزاء، هلا وهلا. اليوم عندنا حلقة مختلفة، ولو إحنا حلقاتنا كلها متشابهة ما عندنا ولا حلقة مختلفة، نعيد ونسقل، بس لازم نقول مختلفة حتى نمشيها عليكم. إحنا اليوم عندي موضوع جديد، رح أسوي لكم مكياج يخبل حبايب 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 حبايب. هواية لحيتي بكلمة حبايب بثلاث دقايق، قلتيها حوالي 19 مرة. وشكو بيه؟ وإذا قلت حبايب أصلاً شكر من حلقي. اليوم راح نتحدث عن لفة الحجاب.